إيفي، عيش الخبر أينما كنت. استعدادا لتصفية كأس آسيا للسيدات التي تستضيفها فلسطين لأول مرة في 21 إلى 29 من أيار الجاري، يكثف المنتخب الوطني النسوي تدريباته بإشراف من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. بأمل أنه أدائهم يكون بمستوى الأمل المعقود عليهم، ولكن الأهم أنه الحدث في حد ذاته في ظل الحصار وفي ظل الإصرار الإسرائيلي على خنق الرياضة في فلسطين، أعتقد بأنه هاي رسالة أمل من الاتحاد الآسيوي. اللواء رجوب دعا المنتخب النسوي إلى بذل أقصى الجهود، الأمر الذي ترى فيه اللاعبات مسؤولية ثقيلة يخففن من عبئها بتكثيف التدريبات. كمشاركة احنا كتير بنحاول انه يعني نأدي اللي علينا ونضغط على حالنا قدر المستطاع انه ناخذ اكثر من حصة تدريبية في اليوم في الايام المقبلة، وخلال هالايام يعني احنا قبل تقريبا شهر باستمرار على مدار كل يوم نتمرن. ثلاث فرق ستستضيفها فلسطين في البطولة هي الصين والهند ومينمار، الأمر الذي يعتبر اعترافاً عالمياً بالأرض الفلسطينية. الأهمية بتكمن أنه هذه أول مرة في تاريخ فلسطين تستضيف تصفيات كأس آسيا أو أي بطولة تصفيات كملعب بيتي لفلسطين، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز للكرة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، لأنه فينا هنا في أرض هنا لشعب من حقه أن يقيم عليها مباريات بيتية على أرضه على عاصمته القدس. معسكرات تدريبية داخلية ومعسكر مغلق في آخر 10 أيام تفصل المنتخب عن البطولة، ونتيجة ينتظرها الكثيرون بقدر فرحتهم بالاستضافة الفلسطينية. لتلفزيون القدس، كنانة عيسى من استاد الشهيد فيصل الحسيني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.